دائما يلازمني شعور الفخر والحماس أني أساهم في تعزيز الهوية التاريخية والأثرية في إمارة دبي. أنا نورة الخوري، مرمم آثار في إدارة التراث العمراني والآثار في بلدية دبي. تخصصت أكاديمياً في جمهورية مصر العربية في جامعة القاهرة في تخصص ترميم الآثار. تبدأ مهمة مرمم الآثار من بعد اكتشاف القطع الأثرية في المواقع الأثرية في دبي من قبل الفريق المحلي، بوضع خطة علاجية، عمليات توثيق، عمليات تصوير فوتوغرافية للقطعة الأثرية. من بعدها نستخدم عدة أساليب ومواد آمنة على القطعة الأثرية طبقا لحالتها ونوعها. نوع القطعة بمعنى أن القطع النحاسية لها أساليب مختلفة عن القطع الحديدية، تختلف عن القطع الفخارية. تبدأ عملية ترميم القطع الفخارية بإزالة الأتربة والغبار والعوالق الموجودة على السطح. ممكن إذا كانت القطعة الأثرية في حالة جيدة ومتماسكة نسوي لها عملية غسيل بالماء الجاري، نكرر العملية بعد ذلك إلى أن نتأكد أن جميع الأملاح الموجودة داخل القطعة الأثرية تخلصنا منها تماماً. القطع الأثرية المكتشفة في إمارة دبي تتوزع ما بين قطع نحاسية، قطع حديدية، قطع من الفخار، قطع ذهبية، خرز، لوحات جصية، أحجار. من خلال عمليات الترميم والصيانة نحاول أن نرجع القطعة إلى حالتها الطبيعية، تكون قطعة سليمة قوية بهدف أن توصل للأجيال القادمة من خلال العرض المتحفي أو الدراسات الأثرية. المخاطر اللي يواجهها مرمم الآثار عديدة ومختلفة، لكن الهدف الأساسي المحافظة على صحته الشخصية وسلامة القطعة الأثرية. من ضمن المخاطر اللي احنا نتعرض لها مخاطر موجودة في القطعة الأثرية من خلال الأتربة والغبار أو مواد التلف المختلفة اللي ممكن تطلع أثناء عمليات الترميم، أو من خلال مواد الكيميائية المستخدمة في عمليات الترميم والصيانة. الإنجاز الحقيقي اللي أنا حققته كمرمم آثار أني رممت قطعة أثرية عبارة عن جرة من الفخار تحتوي على زخارف عبارة عن أفاعي. استغرقت عملية الترميم مدة شهرين، والحمد لله القطعة حالياً موجودة في متحف اللوفر. أذكر زيارة سمو الشيخ لموقع صاروق الحديد، طلب مني أشرح لبنته سمو الشيخة الجليلة عن كيفية ترميم قطعة أثرية كنت أشتغل عليها أثناء الزيارة. هو كان يعني ما كان يعاملنا بشكل رسمي، كأنه هو صاحب البيت، فدخل علينا لأنه دائما يشوفنا، ف يعني قال هو عارف، خلاص عارف احنا شو نشتغل، مو انسان بعيد عنا، فقال اشرحي حق الجليلة انت شو ياسة تسوين. فهذا هو اللي حسينا انه هو انسان مثل ابونا يعني.